ربنا يتمم بخير إن شاء الله. الله يكرمك يا عم الشيخ. هتكتبوا مهر ومؤخر كام إن شاء الله؟ اكتب يا سيدنا الشيخ، مهر 1,000,000 جنيه ومؤخر 1,000,000 جنيه. يا عم شهيد، انت شارب حاجة على المسا ولا ايه؟ مش كتير عليك يا سعد يا ابني، انت ما امك كبير، ثم ده حق بنتي ودي غالية عليا قوي. ايوه بس ده كتير قوي يا عم شهيد. هو ايه ده اللي كتير؟ امال عايز تدفع كام ان شاء الله؟ عايز ادفع المعقول يا رشا، زي ما اي واحدة في عيلتكم تدفع لها. كل برغوته على قد دمه. انا ده انت دراكولا بقى وجاي تمصمص في دمنا، مش عايز تجوز بنتك. اهدى يا مختار اهدى، مش كده الناس هتاخد بالها. اهدى يا سعد، ده راجل بيجح. انا ما اسمحلكش يا مختار تكلم دادي بالشكل ده. دادك ازاي يعني؟ بس يا رشا يا رشا، الناس هتاخد بالها مش كده. انا كنت فاكراك انك مقيمني اكتر من كده، انما الظاهر طلعت رخيصه في نظرك قوي. يا حبيبتي انت تحفه لا تقدر بثمن، عشان كده انا مش هين عليا ادفع فيكي مبلغ زي ده. خلاص تمن انت وقول كلمتك. اتمن ايه يا عم شاهين؟ هي بيعه وشروه، دي جوازه ولا ايه يا عم الشيخ؟ والله دي حاجه عائليه انا ما اقدرش اتكلم فيها. طبعا، ما انت كل ما زاد المبلغ زادت نسبتك. بقول لك يا شاهين، الجوازه كده هتبوظ. ده رايي يا سي مختار، ده تحديد يا حبيبي ولا ايه؟ اعتبريه زي ما تعتبريه، احنا ما بتلويش دراعنا. خلاص يا حبيبي بلاها دي جوازه، ولا انت فاكر انكم هتذلونا؟ رشا رشا اقعدي، ما يصحش كده. خلاص يا جماعه انا موافق. موافق ده ايه يا سعد؟ انا لو منك هفضها سيره واربيله البيت. الله يسامحك الله يسامحك يا مختار. مختار بيه، انت نسيت نفسك يا شاهين ولا ايه؟ يا اخوانا مش كده، اقعدوا اقعدوا اقعدوا، ربنا يهديك، انتوا هتبقوا اهل ان شاء الله. لا اله الا الله. مش باين يا عم الشيخ. خلاص يا جماعه خلاص يا جماعه انا موافق. اكتب يا عم الشيخ. موافق ده ايه؟ ايه اللي بتحببه ده يا سعد؟ سيبني بقى مختاره لم الليله بدل ما الجوازه تبوظ ونتفضح قدام الناس. لم الليله؟ انت الخسران، هي فلوسي ولا فلوسك؟ يا جماعه اطمنوا، الخير كتير والحمد لله، ربنا يعوض في اللي راح بقى. اكتب يا عم الشيخ اكتب. توكلنا على الله. سعد فرح النهارده يا عم الستار، اخر اللي هنود هيتجوز الليله. ما قدرتش احضر فرح، ما قدرتش، وانت سبب حبك للمال، مال ولادنا ورثتهم ذنب تقيل في زمن ما يعرفش الرحمه، خليتهم ياكلوا حرام وديت فرصة للحرام ياكلهم. فاكر بكده أمنتهم؟ ده انت حطيتهم جوه النار بإيديك. الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك. اهو ده اللي انا كنت خايفة منه. دي رشا واهلها دول طماعين قوي يا ماما، ولسه الاتنين مليون جنيه دول البداية، واللي جاي اكتر. دول زي ما يكونوا بيبيعوا بنتهم للي يدفع اكتر. والعبيط ابني اشترى بضاعة خسرانة ومش هتربح معاه. سعد معذور برضو يا ماما، اصل طلبهم جه مفاجأة وهو اتحرك قدام الناس. ده عيبه طول عمره، بيجي على نفسه عشان يرضي الناس. سعد طيب قوي. سعد ابني ضحية، لما اتولد اتولد في بيت مقسوم نصين، انا واشرف مقفلين ومحبكينها، وابوه مختار مفرفشين ومقضينها. لما تقربي مننا تلاقينا عيلة واحدة، ولما تعشينا أكتر تحس إن إحنا عيلة مقسومة نصين. سعد لما اتولد الكل حب، كان دلوعتنا كلنا، شوية معانا وشوية معاهم، عمره ما رسي على بر. وأنا خايفة بقى نكون أذيناه بالحكاية دي. أذيتوه ده إيه؟ ده أنتوا ربيتوه أحسن تربية. أيوه، ما إحنا ما اديناهوش فرصة الاختيار، كنا بنعتبر ان هو دايما عيل صغير ولازم يسمع الكلام. يا حاجة الكلام ده كان زمان، النهارده سعد عريس، فرحه النهارده وهو اللي مختار عروسته بنفسه، محدش فرضها عليه. ما تعودش يختار، وعشان كده لما جه يختار اختار غلط، زي العيل الصغير اللي ما بيعرفش يسوق وفجأة خد عربية ابوه. تفتكري بقى يسوقها صح ولا يعمل حادثة؟ كده بعد الشر عليه يعني، ممكن يعمل حادثة. أنا بقى خايفة من الحادثة دي، وبعد الأيام ربنا يسترها معاه لما تيجي. فلله ولا فالك يا ماما، ربنا يسترها معاه إن شاء الله ويطرح له الخير. والخير هيجي منين وهي مسقية شر؟ والفين مختار وصلني وقال عنده مشوار. أنا خايفة من حادثته هو كمان. هو أنت لسه خايفة مني؟ بالعكس يا حبيبتي،
ده انت العلامة الحلوة اللي حسستني ان لسه ربنا بيحبه مختار ورزقه بيكي. ياه كلامك حلو قوي يا ماما. الكلام الحلو مش كفاية، لازم بقى تجدعاني شوية، لازم تشغيلي جوزك بيكي ولا عاجبك بقى طفشانه طول النهار؟ يعني اعمل ايه؟ يعني جدعاني بقى شوية واتيلك حتة عيل يملى علينا البيت. عيل؟ ايه؟ الموضوع مش على بالك ولا ايه؟ بالعكس، بس لما ربنا يريد. ما هو ربنا سبحانه وتعالى هيريد لما انتوا كمان تريدوا، مش كده ولا ايه؟ انت برضو اللي زعلانه، انا اللي من حق ازعل. تزعل ليه يا بيه؟ لانك طردت صفيه قدام عينيا واحرجتيني قدامها. انت اللي احرجت نفسك يوم عزمتها ليله فرحي. انا مش فاهم بس انت في ايه بينك وبين صفيه؟ انت مجرد زميله عاديه. ليه ان شاء الله؟ ما بتحبكش؟ مش حاطه عينها عليك وعايزه تتجوزك؟ يا حبيبتي المهم انا حاطت عيني على مين وعايزه اتجوز مين؟ انت شكلك كده من الرجاله اللي بيحبوا يلعبوا على كل الحبال، وانا بقى شكلي اتخدعت فيك. حول الله يا رب. بتعيطي ليه بس دلوقتي؟ اطلع بره. ايه ده؟ انت بتطرديني من اوضتي ليله دخلتي؟ لو ما طلعتش انا اللي هطلع واسيب لك الفيلا كلها. لا اله الا الله، ما يصحش، دي ليله دخلتي يا حبيبتي. ادخلها لوحدك. ادخلها لوحدي ازاي يعني؟ هو انا ساحر؟ ما يصحش كده يا حبيبتي. ما تقوليش يا حبيبتي، واعتبر بقى دخلتك اتلغت. اتلغت؟ اتلغت ازاي؟ ده انا مستنيها من زمان بفارغ الصبر. لا يا حبيبي، روح بقى استناها في حته ثانيه. لا لا بلاش هزار يا رشا، مش معقوله اجيب كم محمد عروسه على عرس. ما تهزرش، شوف لك حته تنام فيها. انام فين يعني انا؟ ماليش دعوه، ان شاء الله حتى تنام واقف. انام واقف ازاي يعني؟ هو انا حصان؟ افتحي يا رشا يا رشا، البدله خانقاني ونفسي اقلعها والبس البيجامه. بيجامه؟ حاضر. لوحدك. ادي النيله على البيجامه الحمراء. قلت لك البيجامه الحمراء دي فال وحش، ما صدقتنيش. يا ريتني كنت جبت الزرقاء، كانت كسرت العين اللي صابتنا دي.